حقيقة بعض الأبناء شوية يصير عنده مقام ينسى أبوه، هذا أبوه إلى حق الحياة عليك، هذه الأم لها حق الحياة عليك، شوية كم كلمة علم يتكبر على أبيه يمشي قبل أبوه. الابن ما إلى حق أن يمشي قبل أبوه من الناحية الدينية، من ناحية الآداب الدينية الابن لازم يمشي خلف أبوه، لازم يحترم أبوه. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل من الرحمة، الابن يجب أن يكون ذليل أمام أبوه، ذليل. واخفض لهما جناح الذل، هذا هو الآدمي، مو الشخص الذي تعلم كم كلمة يتصور أنه فتح السماوات. الزوجة يجب أن تكون، ينبغي أن تكون ذليلة أمام زوجها، مو أنا أقول، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يقول المرأة الطيبة الذليلة مع زوجها، ما تأخذ نفسها قدام زوجها، ذليلة مع زوجها. وفي الجانب الآخر الزوج أيضا يكون ذليلا مع زوجته، ما يقف أمامه هذه الاعتبارات الاجتماعية. الآية الكريمة شنو تقول؟ أذلة على المؤمنين، المؤمن ذليل مع المؤمن، ما يأخذ نفسه أمام المؤمن، ما يتكبر، ما يتعجرف، حتى إذا فقير لا يملك درهما ولا دينارا. هذا هو الآدم.